سائلتان، الأولى ساق المصنف أي الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الكلام مساق فائدة زائدة، يعني هذا الكلام الذي هو متعلق عدد الأحاديث التي في الصحيح ساقه الإمام النووي لفائدة يراها تستحق أن تذكر. قال شيخ الإسلام أي ابن حجر رحمه الله تعالى: وليس ذلك مرادا من الصلاح. إيه ذلك؟ بعيد عن إيه ذلك دي؟ أي إيراد عدد الأحاديث التي في الصحيح. إيراد عدد الأحاديث التي في الصحيح. ابن الصلاح مش عايز يقول إن عدد الأحاديث في البخاري كذا وفي مسلم كذا، مش عايز يقول كذا. بل هو عايز يقول إيه؟ بل هو تتمة قدحه في كلام ابن الأخرم. اللي هو إيه؟ كلام ابن الأخرم اللي إحنا قلناه في المحاضرة السابقة، وهو أن ما فات الصحيحين من الأحاديث الصحيحة إنما هو شيء قليل. فالصلاح عاوز يعترض على كلام ابن الأخرم ده، فراح جايب عدد الأحاديث التي في البخاري ومسلم، والبخاري نفسه يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، بينما عدد الأحاديث التي في الصحيح في صحيح البخاري 4,000 بدون المكرر و 7,000 وحوالي 300 حديث في المكرر. فيبقى إذا غير الصحيح كثير، أو الصحيح الذي فاتهما كثير جدا ولم يذكره في كتابهم. إذا فابن الصلاح يريد أن يعترض على ابن الأخرم بذكره عدد الأحاديث التي في الصحيح، وليس المراد أن هو يذكر العدد. والعدد طبعا ممكن اي واحد يعد هذه الاحاديث، فليس مراده ذلك، بل مراده تتمه قدحه في كلام ابن الاخرم، اي ان البخاري قال احفظ 100,000 حديث صحيح، وليس في كتابه الا هذا القدر اللي هو 4,000 من غير المقرر او 7,300 بالمقرر، وهو بالنسبة إلى 100,000 يسير. طبعا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف يذكر تحت في الحاشية فائدة برضه، فائدة جميلة في أن ال تدخل في ثاني المضاف، يعني ما نقولش 100,000، لا نقول ايه؟ 100,000 او 100,000، لكن الالف واللام كونها تدخل على المضاف فقط فهذا غير وارد، يعني ممكن تدخل على المضاف والمضاف اليه مع بعض، او تدخل على المضاف اليه فقط، لكن انها تدخل على المضاف فقط فهذا غير وارد. الثانيه اي الفائده الثانيه: وافق مسلم البخاري على تخريج ما فيه اي ما في احاديث البخاري الا 820 حديثا. 820 حديث دول تفرد بهم مسلم عن البخاري، وبقية الأحاديث وافق فيها مسلم البخاري، وجملة ما في صحيح مسلم بإسقاط مكرر نحو 4,000.
قرأ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعداده للأحاديث التي في صحيح مسلم فبلغ تعداده نحو 3,033 حديثا في طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. هذا مزيد على ابن الصلاح، يعني أن هذا الذي ذكره الإمام النووي فيما تعلق بعدد الأحاديث التي في مسلم هذا ليس موجودا في مقدمة ابن الصلاح، بل ذكره الإمام النووي استكمالا للفريضة. قال العراقي: وهو يزيد على البخاري بالمكرر لكثرة طرقه، وهو ده اللي هو ايه؟ وهو ده؟ صحيح مسلم، حديث مسلم. يزيد على البخاري بالمكرر لكثرة طرقه، مسلم كان يتوسع في إيراد الطرق، يذكر الحديث ويذكر له طرقا عديدة. قال: وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12,000 حديث، طبعا بالمكرر. وقال المالكي: 8,000، والله أعلم. قال ابن حجر: وعندي في هذا نظر. طبعا لما تقرا الكلمه دي كده، هذه العباره وعندي في هذا نظر لابن حجر، يعني هو ايه اللي عنده في نظر؟ هتفهم ان هو كلام ابو الفضل احمد بن سلمه او الحافظ المالجي، صح؟ بينما مراد ابن حجر وعندي في هذا نظر على كلام الإمام النووي أنها 4,000 حديث، على أحاديث صحيح مسلم. ليه؟ اللي عاوز بقى إيه يتأكد من هذا يراجع نكت ابن حجر على ابن الصلاح، أي بعد كلام الإمام النووي هذا، فإيه يقول الحافظ: وهذا عندي فيه نظر. ثم إن الزيادة في الصحيح عليهما، أي على البخاري ومسلم، يعني إحنا نعرف إن حديث الصحيحة التي في غير البخاري ومسلم من أين؟ من الكتب التي هيذكرها الإمام الصلاح. إيه هي؟ تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها، منصوصا على صحته. يعني لا يكفي ان هم ايه، يعني هو حتى يقول لنا ايه، منصوصا على صحته فيها، يعني لا بد ان ينص هؤلاء الائمه على حديث بعينه انه صحيح. فاذا نصوا على هذا فكان ذلك من قبيل الصحيح، لم ينصوا يبقى ايه، كلام على كلام او على مذهب ابن الصلاح. ما قالوش لم يقولوا هذا صحيح، يبقى ايه؟ نتوقف ما نحكمش احنا بالصحيح. الكلام ده هيجي دلوقتي. ولا يكفي وجوده فيها الا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح كابن خزيمه واصحاب المستخرجات. يعني لا يكفي أن يوجد الحديث في
مثلا سنن ابي داود والترمذي او النسائي او غيره، فهؤلاء الائمه اصحاب السنن لم يشترطوا الصحه في كل ما ذكروه في كتبهم، ولكن هناك كتب اخرى نصت على ان ما ذكروه في كتبهم صحيح، زي صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان. فالصلاح عايز يقول انه لا يكفي وجود هذه الاحاديث في كتب السنن بدون النص على صحتها من هؤلاء. يعني مثلا الترمذي ذكر حديثا في سننه، احيانا الترمذي يقول مثلا وهذا حديث صحيح او حسن صحيح، يبقى عرفنا ان ده حديث صحيح. طب ما اتكلمش، سكت، يبقى ما ينفعش اقول على هذا الحديث انه صحيح، ده على مذهب الصلاه. لكن حديث موجود في صحيح ابن خزيمة ينفع ان انا اقول عليه صحيح. ليه؟ لان ابن خزيمة قال انا هحط في كل او هذا في هذا الكتاب كل ما هو صحيح. واضح؟ كابن خزيمة واصحاب المستخرجات. إذا نص إمام من الأئمة على صحة حديثي فنأخذ بتصحيحه. الكتاب ككل، الكتب الست هذه كانوا يسمونها دواوين الإسلام وتلقوها، يعني إيه؟ أو شبه تلقوها بالقبول. أي نعم ليس كالبخاري ومسلم، ولكن كانوا يعتمدون عليها في استخراج الأحكام، في العمل بما فيها وخاصة في فضائل الأعمال ونحو ذلك، كانوا يعتمدون على هذه الكتب. ولم يعني يقسموها كما ذكرت قبل ذلك إلى حديث صحيح وضعيف ونحو ذلك، مع أنهم كانوا أقدر على هذا من يعني بعض المعاصرين أو الموجودين الآن أو فيما توفوا قبل ذلك. هؤلاء الأئمة كانوا أقدر على التمييز بين الصحيح والضعيف، ومع ذلك اعتمدوا هذه الكتب، كتب الستة وغيرها من كتب الإسلام السنن المعتمدة. كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات. إيه الفرق بين المستدرك والمستخرج؟
بين المستدرك والمستخرج. مستدرك زي المستدرك الحاكم، مستدرك الحاكم يأتي بأحاديث ليست في البخاري ومسلم، ولكن الإمام الحاكم أو الحاكم رحمه الله تعالى يرى أن هذه الأحاديث رواتها قد احتج بمثلهم البخاري ومسلم. يبقى إذن الأحاديث التي في المستدرك ليست في البخاري ومسلم. الحديث الذي في المستدرك ليست في البخاري ومسلم، بل هي على شرطهما أو على شرط أحدهما. ليه؟ لأن هذه الأحاديث قد احتج بمثل رواتها البخاري ومسلم. لكن المستخرج فيجي مثلا واحد زي أبو معين ويأتي للأحاديث التي في البخاري أو في مسلم، وأبو معين له مستخرج على البخاري ومستخرج على مسلم، فيأتي للأحاديث التي في البخاري مثلا في مستخرجه على البخاري ويرويها بطريق آخر بسنده هو. اللي في المستخرج هو نفسه اللي موجود في البخاري، إذا كان مستخرج على البخاري، وإذا كان مستخرج على مسلم يبقى هو نفس الأحاديث التي في مسلم، ولكن يرويها بسنده هو. ويلتقي مثلا مع البخاري أو مع مسلم في شيخه أو في شيخ شيخه. طيب هم بيعملوا كده ليه؟ لماذا يفعلون هذا؟ يفعلون هذا لعلو الإسناد دي أول حاجة. يعني إيه علو الإسناد؟ فهو لو روى هذه الأحاديث من طريق البخاري لوقعت بإسناد أنزل مما لو رواها هو من طريقه هو. دي أول حاجة. طب الحاجة الثانية، قال لك ربما يروي الحديث الذي مثلا في البخاري هذا ولكن يرويه بزيادة، هي عنده فيها زيادة، زيادة لفظ أو زيادة جملة، وهي بالتالي تكون صحيحة، فنستفيد من هذه الزيادة حكما جديدا. ليه؟ لأن هذه اللفظة ليست موجودة في البخاري ولكن موجودة في المستخرج، فنستفيد منها فائدة جديدة. يبقى إيه؟ كذا إيه؟ أكثر من شيء، العلو والفائدة. طبعا احنا قلنا مش لازم انه يعني ايه اللفظ يتوافق مع اللفظ، يعني ابي معين مثلا لما يعمل مستخرجه على البخاري او على مسلم مش لازم اللفظ يتوافق مع اللفظ، ولكن ربما يتوافق اللفظ وربما ايه يرويه بالمعنى، يا إما يتوافق اللفظ أو المعنى. طيب وفي حاجة كمان فائدة للمستخرج، إنه بيزيد عدد الطرق، فهو مثلا لو موجود عند البخاري بعشرة طرق هيبقوا في المستخرج 12 13 وهكذا. يبقى إيه؟ عدد الطرق زاد، وعدد الطرق
من الأشياء المرجحة. يعني إذا تعارض حديثان مثلا، والحديثان في نفس القوة، لكن هذا ورد بطرق أكثر من هذا، فيعتبر هذا من الأمور المرجحة. طبعا المستخرجات زي مستخرج ابو نعيم له مستخرج على البخاري ومسلم، في مستخرج الاسماعيلي ده على البخاري، والبرقاني ايضا على البخاري، ومستخرج ابي عوانه على صحيح مسلم. قال العراقي: عرفنا ايه الفرق بين المستخرج والمستدرك؟ قال العراقي: وكذا لو نص على صحته احد منهم، اي احد من هؤلاء الائمه، ونقل عنه ذلك باسناد صحيح، كما في سؤالات احمد بن حنبل وسؤالات ابن معين وغيرهم. طبعا كتب السؤالات هذه مطبوعه موجوده، تجد تلميذ مثلا من تلامذة الإمام أحمد أو ابن معين أو الدارقطني أو غيره يأتي إلى الإمام من هؤلاء الأئمة ويسأله الحديث الفلاني ما تقول فيه؟ فإما يصححه أو يضعفه أو يتوقف فيه، معظم هذه السؤالات مطبوعة وموجودة الآن. فلو نص أحد من هؤلاء الأئمة على صحة حديث فينبغي الاعتماد عليه والأخذ به. قال: وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح، كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح. طبعا المسألة دي مسألة مشهورة، وهي أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى كان لا يرى أنه ينبغي للمتأخرين أن يجترئوا ويتجاسروا على التصحيح. يعني المعاصرين لي، لإما المعاصرين لابن الصلاح وهو منهم طبعا، يقول إحنا ما ينفعش أن نخدم على تصحيح أو تضعيف الأحاديث في هذه الأعصار. ابن الصلاح متوفى كان 643، فهو بيقول في القرن السابع الهجري ما ينفعش إن إحنا كده نتقدم ونتجاسر ونتجرأ ونحكم على هذا الحديث بأنه صحيح وهذا بأنه ضعيف. ليه؟ قال لك: لأن شروط الاجتهاد مش موجودة دلوقتي. والأئمة المتقدمين لم يتكلموا في هذه الأحاديث، رغم علمهم، سعة علمهم وسعة اطلاعهم، لم يتكلموا على هذه الأحاديث، فلا يجوز لنا أن نأتي نحن ونتكلم عليها تصحيحا وتضعيفا، وإحنا مش مؤهلين أو ليست عندنا الأهلية كما كانت عندهم، كانوا أئمة كبار، توفرت فيهم شروط الاجتهاد. فصححوا وضعفوا وحسنوا، أما نحن فلا ينبغي لنا أن نفعل ذلك.
طبعا الأئمة أو جمهور أهل العلم لم يوافقوا الصلاح على هذا، ومنهم الإمام النووي لم يوافق ابن الصلاح على هذا، وصنيع الأئمة حتى في عصر ابن الصلاح يدل على خلاف هذا. فابن القطان كان يصحح، صحح عددا من الأحاديث. حافظ المنذري في الترغيب والترهيب صحح عددا من الأحاديث. حتى في العصور التي بعد عصر ابن الصلاح نجد مثلا الحافظ الدمياطي أيضا له كلام في تصحيح بعض الأحاديث، وحتى بعد عصر الدمياطي إمام تقي الدين السكي له أيضا تصحيح وتضعيف لبعض الأحاديث. إذا فعمل وصنيع الأئمة في عصر ابن الصلاح وفي العصور التي بعده على خلاف هذا، ولكن مع ملاحظة أن هؤلاء أيضا كانوا أئمة كبار، وتوافرت فيهم الشروط والأهلية لأن يصححوا ويضعفوا، ومع ذلك لم نرى أحدا منهم يقسم كتب السنن إلى صحيح وضعيف، ولم نرى أحدا منهم يصحح الحديث في مكان ويضعفه في مكان آخر، ولم نرى أحدا منهم إذا أراد أن يصحح حديثا صححه ووثق رجاله، وإذا أراد أن يضعف حديثا وفيه رجل من هؤلاء الذين صححه من قبل يضعفه في هذا الحديث عشان هو عايز يضعف الحديث ده، يقول لك في فلان ده ضعيف. طب ما انت مصححه وموثقه في حديث آخر. فإذا كان الحديث يخدم رأيي ومذهبي أصححه، حديث يخالف مذهبي ورأيي أضعفه. وقد جمع بعض المعاصرين كتابا ذكر فيه الأحاديث والرواة التي يذكرها فلان، مرة يصححها في مكان ويضعفها في مكان، الراوي يوثقه في مكان ويضعفه في مكان، هو نفس الراوي. ليه؟ هو عايز يصحح هنا الحديث وعايز هنا يضعف الحديث. هو نفس الراوي يصححه هنا ويضعفه هنا. بينما الأئمة الكبار هؤلاء حتى من المتأخرين لم يكونوا يصححون ويضعفون بالهوى. حتى ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما ذهب مذهبه ذلك في أنه لا ينبغي لأحد من أهل عصره أن يصحح أو يضعف وبالتالي أو يحسن، لأن التحسين فرع التصحيح، أيضا فعل ذلك لخوفه وتقواه من الله، تقواه لله عز وجل، خوفا من أن يصحح حديثا ويكون هذا الحديث ضعيف فيكون أو يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أو ربما يضعف حديثا وهو صحيح فيحرم الأمة من فائدة تستفيدها من هذا الحديث. فأحد
مذاهب يعني مدارك ابن الصلاح في عدم أو في قوله هذا هو خوفه وتقواه لله عز وجل. لكن احنا ما ينفعش احنا يعني ايه نتجرأ على هذا ونصحح ونضعف، بل الأئمة السابقين المتقدمين هم دول اللي صححوا ويضعفوا، الأئمة الأكابر. لكن احنا ما فيش يعني. إذا كان ابن الصلاح بيقول الكلام ده هو في القرن السابع الهجري، فما بالك بقى دلوقتي؟ ده يطلع يقول لك صحيح وده يطلع يقول لك ضعيف، وحكاية بقت يعني زي ما بيقولوا زيطة يعني. فلا حول ولا قوة إلا بالله. واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزائد عليهما مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح، وإن لم يوجد شرط أحدهما. يعني الحاكم ربما يذكر يعني دهولا منه بعض الأحاديث التي ليست على شرطهما ويذكرها ويصححها معبرا عن الأول اللي هو إيه؟ الأول اللي هو إيه؟ هو على شرطهما أو على شرط أحدهما بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم، وعن الثاني اللي هو إيه؟ ما صح عنده وليس على شرط أحدهما بقوله هذا حديث صحيح الإسناد. فإحنا بنفرق بين دول بإيه؟ إن هو يأتي في الأحاديث التي على شرطهما أو على شرط أحدهما يقول إيه؟ بعد ما يذكر الحديث ويقول وهذا على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. طب التالي يقول وهذا حديث صحيح الإسناد ويسكت، يبقى ليس على شرطهما أو على شرط أحدهما. وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين، ربما يأتي الحاكم بحديث موجود في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا أيضا ظهور منه رحمه الله تعالى. وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك، يأتي برضو بالحديث وينبه على ضعف، وهو متساهل في التصحيح. الحاكم معروف بتساهله رحمه الله. قال المصنف في شرح المهذب، هو إيه؟ مجموع الإمام النووي، مجموع شرح المهذب. اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه. البيهقي كان تلميذ الحاكم ولكن كان أشد تحريا منه. طبعا الإمام النووي ذكر هذا أو هذه العبارة عند كلامه على باب السواك، عندما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها صلاة بسواك تفضل بسبعين صلاة من غير سواك، فالحاكم أورده وصححه وقال على إيه صحيح على شرط مسلم وهو حديث ضعيف وضعفه البيهقي. فالإمام النووي بعد هذا الكلام راح قال إيه إن الإمام البيهقي أو عبارة الإمام النووي يعني بالضبط والبيهقي أتقن في هذا الفن من شيخه الحاكم، دي نص عبارة الإمام النووي في المجموع، والبيهقي أتقن في هذا الفن من شيخه الحاكم. يبقى إذن نهاية كلام الإمام النووي في المجموع عند قوله أشد متحريا منه، هنا انتهى كلام الإمام النووي.
اللي بعده بقى كلام الإمام السيوطي، وقد لخص الذهبي مستدركه، أي مستدرك الحاكم، وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكار، أي لم يوافقه على تصحيحه، وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة، فذكر نحو 100 حديث. طبعا الإمام الذهبي هو نفسه حتى بيقول إن الإمام الحاكم ألف المستدرك في آخر عمره، في أواخر عمره، وكان الإمام الدارقطني كان من أقرانه أو من تلاميذه، فحتى المستدرك هذا ألفه بعد موت الدارقطني الإمام الحاكم. فالأئمة بيقولوا إن هو لما صنفه في آخر حياته يعني كان قد كبر وذاكرته قد ضعفت، فكان يذكر الأحاديث ظنا منه أنها على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما، وهي ليست كذلك. وبعضهم قال أنه كان سينقحها ويهذبها، ولكن وفاته المنية قبل أن يستكمل هذا العمل. وقالوا الدليل على كده إن ربع أو ثلث الكتاب الأول الأحاديث التي اعترضت على الحاكم أكثرها في الثلثين الباقيين، يعني الثلث الأول ليست فيه كثير أحاديث يعترض فيها على الحاكم، بل أكثر ما يعترض عليه في الأجزاء الأخيرة من الكتاب. وقال أبو سعيد الماليني: طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه حديثا على شرطهم. طبعاً ده إيه؟ يعني الكلام برضه صعب شوية. الإمام الذهبي هيرد على هذا. قال الذهبي: وهذا إسراف وغلو من الماليني، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهم، وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب. لو قلنا حتى نصف الكتاب هيبقى النصف الأول، هي المشكلة في النصف الثاني، المشاكل كلها في مستدرك الحاكم في النصف الثاني من الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أو له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير أو واهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات. قلنا من الكلام ده في أواخر الكتاب. قال شيخ الإسلام: وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. يعني إيه؟ كان من الأول بيكتب الأحاديث كده سردا، وأراد أن يهذبها وينقحها فيما بعد ذلك، ولكن وفته المنية قبل أن يفعل ذلك. وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك، إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة. لا يوجد. إيش؟ لا يوجد.
لا يوجد؟ والمعنى قريب يعني يؤخذ أو يوجد باثنين سياق. لا يوجد عنه إلا بطريق الإجازة. فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه في غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة. يعني عايز يقول إن الجزء الأول أو النصف الأول أو الثلث الأول من الكتاب هذا إنما أملاه الحاكم على تلاميذه إملاء، وأما باقي الأحاديث فلم يملها وإنما أخذت عنه بطريق الإجازة. وربما قال يعني مثلا يأتي له تلميذه بنسخة فيحدثه بها وهو يعني يظن أن هذه أحاديثه وهي ليست أحاديثه، ولكن الذي أملاه على طلبته إنما هو الجزء الأول الذي ذكره هنا الحافظ ابن حجر والذي يرويه عنه البيهقي، ولكن ليس بطريق الإجازة. أما ما رواه بطريق الإجازة فهذا ليس مما أملاه الحاكم. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعد. يعني هو جزء الأملاك على طلبته التساهل في التصحيح فيه قليل، ولكن التساهل الذي رماه به العلماء إنما في الجزء الباقي من الكتاب. فما صححه أي الحاكم: ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا، حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. طبعا الكلام ده إيه؟ شرط الإمامين جيدا كيف هو الإمام الحاكم في المقدمة مقدمة المستدرك نص على أنه يذكر الأحاديث التي رواتها قد احتج بمثلهما البخاري ومسلم أو أحدهما. يعني الشرط اللي هو إيه؟ نفس السند موجود في البخاري أو في مسلم، ولكن هؤلاء الرواة الذين ذكرتهم في كتاب المستدرك هؤلاء الرواة قد احتج بمثلهم البخاري ومسلم أو أحدهما، هو نص على هذا ولا مشاحة في الاصطلاح، هو مصطلح كده. كل بقى التزم بهذا في جميع كتابه أو لم يلتزم دي مسألة أخرى، لكن كون أنه لم يفهم شرط البخاري ومسلم أو شيء من هذا ولم يدعي ذلك، ولم يدعي أن هذه الأحاديث هي بعينها لها سند في البخاري ومسلم. لأن الناس فهم إيه؟ كثير من الناس يفهم أن الحديث إذا كان على شرط البخاري أن هذا الحديث
سنده قد احتج به البخاري بنفس السند. فاهم النقطة دي؟ يعني إيه؟ هذا حديث يقول عنه الحاكم أنه على شرط البخاري. فكثير من الناس يفهم أنه على شرط البخاري يعني هذا السند لهذا الحديث هو نفسه موجود في أحد أحاديث البخاري. الحاكم ما قالش كده، لم يقل له، بل قال أن هذا السند ورجاله قد احتج بمثلهم البخاري، بمثلهم وليس بهم، هناك فرق. فيأتي الناس ويقولون كيف يقول الحاكم هذا على شرط البخاري وهذا السند ليس في البخاري؟ يا جماعة، هو لم يقل هذا، هو لم يقل أن هذه الأحاديث بسندها أو هذا السند موجود في البخاري، لا، بل هؤلاء الناس هم لم يفهموا كلام الحاكم. فتنبه. طبعا برضو في مسألة، وهذه الأحاديث برضو التي نتكلم عنها أو سنتكلم عنها هي برضو موجودة في الجزء الأخير من المستدرك. الإمام الحاكم ذكر بعض الأحاديث وصححها مع أن رواتها قال عنهم في كتاب المدخل أن هؤلاء الرواة ضعفاء ولا يحتج بمثله. فيبقى إيه هذا؟ يعني كما قال الحافظ ابن حجر، إما يعني كون هو ذكر أو ألف الكتاب في آخر عمره فنسي، أو ربما أراد أن يحذف هذه الأحاديث فيما بعد ولكن لم يمهله العمر فتركت كما هي. ولذلك هو هنا بيقول إيه؟ إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. وطبعا كون الإمام النووي أو الصلاح أنه هو بيقول إن الأحاديث التي في الحاكم ولم نجد لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن كده، لمجرد ان هو محدش حكم عليها وهي موجودة عند الحاكم يبقى الحديث حسن، هذا ايضا ايه فيه نظر. وحقيقي ايه العراقي هيتكلم على هذا فيما بعد. قال البدر بن جماعة: والصواب انه يتتبع ويحكم عليه. ايه بقى اللي هو يتتبع ويحكم عليه؟ الحديث اللي موجود عند الحاكم ولا نص لأحد من المعتمدين فيه، محدش نص على الحديث ده هل هو صحيح ولا هو ضعيف. فبيقول يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف. نشوف هل له شواهد، هل له متابعات، ننظر في رجاله، هل هذه الرجال وثقها العلماء أم ضعفوها أم ماذا قالوا فيها، وننظر. ولكن نحن نكتفي بمجرد وجود الحديث عند الحاكم في المستدرك ولم ينص أحد على تصحيحه أو تضعيفه بأن نقول أن هذا الحديث حسن، لا، بل ينظر فيه، فربما كان صحيح وربما كان ضعيف وربما كان حسن بحسب حاله. ووافقه العراقي، أي وافق البدر، وقال إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم. يعني اشمعنى حسن يعني؟ طب ليه ما يكونش صحيح؟ ليه ما يكونش ضعيف؟ اشمعنى حسن يعني؟ فذا في تحكم. قال: إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه
أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار، فليس لأحد أن يصححه، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. يبقى ابن الصلاح ما قالش بقى ان احنا ندور على هذا الحديث ونشوف حاله ايه. ليه؟ لانه بيقول ان احنا مش اهل ان احنا ننظر في هذه الاحاديث ونصححها او نضعفها. والعجب من المصنف اللي هو الامام النووي كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبنى عليها كما سيأتي. يعني الإمام النووي لما اختصر كلام ابن الصلاح هنا لم يعترض عليه، مع أنه هيعترض عليه بعد كده في هذه المسألة بعينه. فيعني ربما الإمام النووي لم يعترض هنا لأنه كان يعني يدخل الكلام فيما بعد عندما تأتي هذه المسألة بالتفصيل فيتكلم عنها. وقوله فما صححه أي الإمام الحاكم احتراز مما خرجه في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه فلا يعتمد عليه. إذن إذا ذكر الحديث ولم ينبه على تصحيح له أو تضعيف حتى ولو بالضعف يبقى لا يعتمد عليه. ويقاربه أي يقارب صحيح الحاكم أو مستدرك الحاكم في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان. قيل إن هذا يفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه، لأن كلمة يقاربه يعني يقترب منه في الصحة، فيبقى الحاكم أصح. لا، والواقع خلاف ذلك، أي أن صحيح ابن حبان يعني الأحاديث التي فيه أقوى، وكان ابن حبان يتحرى فيها الدقة أكثر مما هو في المستدرك للحاكم. قال العراقي وليس كذلك، وإنما المراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منه، وهو معروف أن الحاكم أشد تساهلا من ابن حبان. قال الحازمي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وحتى شروطه في الرواه فيها بعض الشدة، بخلاف طبعا الرواه الذين لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل، وهذه من الأشياء التي اعترضت على ابن حبان، أن الراوي إذا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل فإنه يوثقه، وله كتاب اسمه الثقات، فأدخل في هذا الكتاب من ليس فيه جرح ولا تعديل، بناء على أن الأصل في المسلم العدالة، فإذا لم يرد فيه جرح ولا تعديل فهو ثقة عنده، بخلاف هذه المسألة ابن حبان له بعض الشروط المتشددة في الرواه، وهو أشد يعني تحريا من الحاكم بكثير في هذه المسألة. وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح. يعني كون هو بيسمي الحديث الصحيح حسن
أو الحسن صحيح ده اصطلاح منه، فما نجيش نقول إيه لا ده هو بيقول على الحديث ده صحيح وهو حسن أو العكس، هو اصطلاحه كده. نعم. وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس، سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، اللي هو شرط الاتصال، شرط اتصال السند، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. تيجي بقى هنا الحتة اللي اعترضوا فيها على ابن حبان، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأته بحديث منكر فهو عنده ثقة. يعني في حتى إيه في شروطه، لم يرد فيه جرح ولا تعديل، ده أول شرط. وشيخه والراوي عنه ثقة، هذه شرط تاني. الشرط الثالث أنه لم يأتي بحديث منكر قد خالف الثقات فيه، فيبقى إيه إذا توفرت فيه الشروط هذه فهو عنده ثقة. طبعا الأئمة الآخرين يقول لك لا، طالما لم يرد فيه جرح ولا تعديل يبقى إيه نتوقف فيه، فلا نوثقه ولا نضاعفه إلى أن يتبين لنا حاله، أو يتكلم أحد من نجد أحد من الأئمة تكلم عليه. نحبان بيقول لا، إذا توفرت فيه هذه الشروط فهو عندي ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله. طبعا قلنا إيه كثير من الأئمة بيعترض على ابن حبان في هذه المسألة بالذات، ولأجل هذا ربما اعترض عليه أو اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حاله، ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك. هذا برضو إيه هو شرطه كده، اصطلاحه كده، وهذا دون شرط الحاكم. يعني هذا الشرط ليس موجودا عند الحاكم. ليه؟ لأن هذا شرط خاص بابن حبان وحده، ابن حبان وحده فقط هو الذي يسير على هذه القاعدة، أما غيره فلا، حتى الحاكم حيث شرط أن يخرج عن رواه أخرج لمثلهم الشيخان في الصحيح. حط تحت لمثلهم دي 100 خط، لمثلهم، ما قالش إيه أن يخرج عن رواة أخرج لهم الشيخان، قال لمثلهم الشيخان. عارفين الفرق ولا مش عارفين؟ ما الفرق؟ يقول حيث شرط الحاكم يعني أن يخرج في كتاب المستدرك عن رواة أخرج لمثلهم الشيخان في الصحيح. كلمة لمثلهم دي غير لما كان يقول إيه أخرج لهم الشيخان. إيه الفرق؟ حد فاهم؟ نعم، ليس نفس الرواة، هذا الراوي لا يوجد راوي آخر عند البخاري، هذا حاله مثل حال هذا الراوي الذي عند البخاري،
كلام الأئمة في هذا الراوي مثل كلام الأئمة في هذا الراوي الذي روى له البخاري، وثق الأئمة هذا الراوي كما وثق الأئمة هذا الراوي الذي عند البخاري. يبقى هذا الراوي ليس هذا الراوي، ولا هو ليس هو. فكلمة لمثلهم دي تحل لك الإشكال اللي بعض الناس مش فاهمان، يقول لك طب ما الراوي ده الحاكم أخرج هذا الحديث وقال على شرط البخاري، وهذا الراوي مش موجود لم يروي له البخاري. طب ما هو الحاكم قال أخرجوا لمثلهم، أخرج الشيخان لمثلهم، ما قالش لعينهم. أيوة إذا كما قلت لك أن هؤلاء الناس هم لم يفهموا كلام الحاكم، مش الحاكم هو اللي لم يفهم. فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوفي الحاكم. طبعا احنا برضو بنقول ان الحاكم لم يوفي في النصف الثاني من الكتاب، اما في النصف الاول فاكثره قد وفى بما التزم به. لا، النصف الاول يعني هو الكتاب يعني مثلا مطبوع في حوالي 4 مجلدات كبار، فهنقول مثلا المجلدين الأولين تقريبا، في المجلدين الأولين قد وفى الحاكم بما التزم به أو بما ألزم نفسه به في المقدمة. أما النصف الثاني المجلدين الآخرين فإيه فيهما الكلام بقى. حتى هو ابن حجر أو العراقي بيقول ان هو في النصف الاول ده هو الذي املاه على طلبته، اما النصف الثاني فلم يمله وانما اخذ عنه بطريق الاجازه. والله تعالى اعلى واعلم.